ضيفتنا محبوبة عند زملائها والجماهير، تميزت بظهورها بأدوار مختلفة لكنها بدأت شوي شوي تختفي. رحبوا معاي بكل الحلا الفنانة حلا. يا هلا ومرحبا فيك يا حلا. حبيبتي والله، والله يحلي أيامك يا رب. وأنا جدا سعيدة أن أنا اليوم معاكم في برنامج رأيكم شباب، البرنامج الناجح جدا على مدار طول هالسنين. أكيد، وإحنا سعيدين بوجودك ويانا. في البداية مثل ما تطرقنا أن كان ظهورك بدأ يختفي شوي شوي، شنو الأسباب اللي خلت حلا ما تطلع للساحة؟ هو ما اختفى، لو اختفى كان قطعت سنة مثلا بشهر رمضان ما يكون لي مسلسل أو مشاركة، حتى لو مشاركة بسيطة. صحيح. تقريبا بصير 9 سنوات أنا في مجال الفن، وكل سنة حريصة في شهر رمضان يكون لي مسلسل مسلسلين. ولكن ما أدري، يمكن اختياري مرات للادوار تكون، يعني دائما ادور على الادوار القليله، بما ان انا بيتوتيه وايد احب البيت. وهم بعد يمكن اللي ما يتابعني عدل ما ادري. يعني كان ظهورك غليل هالسنه. هو بس هالسنه بس. بنفس الوقت انا متواجده، يعني هالسنه ركزت على المسرح اكثر شيء. كانت لي مسرحيتين في بداية شهر يناير. كانت عندي مسرحية الملكة، مسرحية طفل استعراضية بلاي باك. والحمد لله عيد الفطر هم بعد عندي مسرحية ماما نانا، وما زالت مستمرة في عروضها. حلو. توك قلتي من ساعة أن أنت بيتوتية وتحبين تقعدين بالبيت، هل سبب قلة ظهورك الزواج؟ لا بالعكس، الزواج يعني كان ويه خير علي. نجاحاتي زادت، شغلي زاد أكثر من بداياتي، وما زلت مستمرة. وهم بعد يعني معطيني شغلك قوة ودافع حق، يعني بعدين دائما أكون متفائلة، دائما أقول الجايات أحلى أكيد إن شاء الله. فبالعكس ما خرب علي الزواج، يعني مثل ما فاهم البعض. زائد الطرفين يعني إذا هما كانوا على تفاهم توافق مع بعض كل شيء ينجح مع بعض. صحيح، أكيد الحياة إذا كانت مستقرة الإنسان يكون إنتاجه أكثر. إذا شلون قادرة توفقين بين الحياة الاجتماعية والحياة الفنية؟ وعشان كذي قلت لك أنا دائما أكون حريصة أختار الشيء يريحني ما يتعبني. مثلا الأغلبية فاهم أن الأحلى مو قاعدتي لها أدوار بطولة، لا قاعدتين أدوار بطولة، ويعني مساحة كبيرة و30 حلقة، وأيضا تيني يعني مسلسلات حتى خارج الكويت، في الأردن وفي البحرين وقطر والإمارات، يعني ما أنسى. بس أنا دائما أرفض، وحتى السعودية ترى دائما أكون مطلوبة هناك في المسلسلات السعودية. راح نتطرق حق هذا السؤال. بس ما أدري، أحب البيت، أحب يعني أكون دائما مع الأهل مع الزوج، بس بنفس الوقت يعني ما أعطل شغلي. ما أعطل شغلي، بالعكس الحمد لله. حلو. إنزين حلا، أنت ظهورك ذكرتي توا أنه صار لك 9 سنين في المجال، فكانت بداية ظهورك كمغنية، بعدين صرتي كممثلة في مسلسل عيون الحب. هل تعتقدين مكانتك الآن مع خروج الفنانات اللي بنفس العمر الفني نفس المستوى، ولا في تفاوت بالمستوى؟ الحمد لله، بالعكس أنا قاعدة أشوف كل مرة عمرة قاعدة يعني دائما أكون في مستوى أفضل. بداياتي كنت كمطربة، كنت صغيرة، أول ما دشيت كان عمري 18. فعلا يعني أنا ما زلت للحين أعشق شيء اسمه الطرب. بس أبوي في البدايات كان رافض، أن الغنى والطرب دائما معتمد على السفر في احتفالات المهرجانات، كذلك معتمد على الأعراس. فكان رافض فكرة السفر، أن أنا أسافر بروحي. ودائما أأجل هالموضوع، بما أنا الحين تزوجت أكيد زوجي دائما يكون معي، يعني مساعدني بكل شيء ودائما متواجد معي حبيبتي. أأجل هالشيء، وايد يتني ترى فرص حلوة بخصوص مجال الغنى، ومن أفضل الفرص. ولكن حاليا ما أدري، أحس أن صرت أعشق التمثيل أكثر من مجال الغنى، أكثر من الغناء. يعني لقيت نفسي في أكثر، مع أنه ما كان ببالي مجال التمثيل أبدا. ما كان باش كنتي بالبداية دشيتي على أساس أنك مغنية. صحيح، وعشان كذي تشوفوني دائما مجتهدة في مجال التمثيل. فعلا. انزين حلا، اللي طلعوا معاك الحين تلقينهم فنانات في صف اول، حلا للحينها شنو السبب تتوقعين؟ هل من المنتجين او على عرض الاعمال، او انت ان يعني حياتك الاجتماعيه خليتي لها وقت؟ شنو السبب؟ لا صح، حياتي الاجتماعيه هي ماخذه كل وقتي.
ما عندي اي، ما ابي اقول لا والله المنتجين ظلموني المخرجين ظلموني، بالعكس قاعد تجيني وايد فرص حلوه. حلو. يعني انا ما شاء الله تبارك الرحمن وايد القى روحي محظوظه بكل شيء، بالحب بالشغل بالزواج بكل ما شيء، شاء الله ما شاء الله. فهي مشكله فيني انا، فلكل مجتهد يعني نصيب. انتي كسلانه خلينا نقول شويه، مو كسلانه، مزاجيه. انا مزاجيه. بشغلي وايد ترى مجتهده وملتزمه في مواعيدي واحبه يعني، واشتغل بضمير تحبين يعني. تعطين الشغل حقه، ايه فاذا كنتي مو متاهله ان انتي تعطين هذا الشغل تخلينه في وقت ثاني يعني كذي. صحيح، بس الحمد لله يعني وصلت لمستوى وايد حلو حلو. وكافي يعني. انا مو لازم اكون يكون للجمهور ان عالمي او عربي، صحيح. كافي يعني يكفيني عندي الكويت جمهورها والخليج، يعني ما ننسى السعودية وقطر، جمهور الخليج يكفيني. ف صحيح. راضية بالقليل الحمد لله، فدائما يقول لك اللي يرضى بالقليل سيحظى بالكثير. صحيح صحيح. انزين شنو ناوية تسمعين حلا؟ شنو سمع؟ طبعا انا الاحد قال لي غني احتار. ما ادري شنو الشيء ممكن الحلو تحبين دائما تدندنين عليه تغنينه؟ عبد المجيد عبد الله، يلا خمسة. يعني انا من عشاق عبد المجيد نوجه عبد الله. تحية أكيد. يا زمان اللي تغير من بقابك ما تأثر، يا زمان اللي تغير من بقابك ما تأثر، شلت جرحي كل طيبة ليت تفهم أو تقدر، إني لأسأل والله لأسأل عنك وأسأل، اصحى تزعل ما تهون أيام حبك، حلوة كانت ولا مرة تبقى أنت في حياتي، أحلى حب وأحلى عشرة وانت برضو تبقى الأول، وانت برضو آه الأول، بس اصحى تزعل آه مني تزعل، اصحى تزعل. الله الله على الصوت الجميل عندك، خامه صوت حلوه جدا. ليش ما تستغلين هذا الشيء في انك انت مثلا تطلعي لك اغنيه سنجل مثلا، او تحاولين مثلا تعيدين احياء اغنيه حلوه بصوتك تنزلينها مثلا باليوتيوب؟ ما فكرتي بهالشيء؟ هو عندي اغاني سنجل تقريبا ما يقارب 3 أو 4 اغاني سنجل. اخر اغنيه سنجل نزلت دويتو مع الفنان النجم الراقي، اوجه له تحيه، محمد اكبر. عنوانها من السعوديه للكويت وجوها فرايحي. والحمد لله يعني حازت على اعجاب الجميع الحمد لله. يعني ما ادري شو اقول، بس مثل ما قلت لك انا وايد مركزه نفسك على التمثيل، فمهمله جانب صحيح الطرب، يركز على شيء ولكن اكثر. يعني الحمد لله بنفس الوقت قاعده القى فرصتي، يعني ان صوتي قاعد ياخذ فرصته في مجال المسرح، مسرح الطفل معروف انه هو مسرح استعراضي وغنائي، غنائي. فالحمد لله زين يعني قاعده اغني بمجال مسرح الطفل، هذا يكفي. بس اغنيه سنجل ان شاء الله في بس شويه بيلها خطوات مدروسه جدا، لان انا قاعده افكر حق بعدين حق مجال الاعراس، ان ادش بعمق واخوض هالتجربه. حلو تصريح بشاشتنا اليوم ان حلا بتخوض اغاني الاعراس ان شاء الله، وواثقه فيها راح تكون خطوه ناجحه لي ان شاء الله. يا ربي كل التوفيق لك حلا. بهالسنه هذه في رمضان طلعتي عبر شاشه الراي في مسلسل كان في كل زمان للفنانه الغديره سعاد عبد الله، وجسدتي دور السبعينات وهي دور ان هي في شبابها طبعا. صح. اكيد نوجه لها تحيه. وظهرتي في حلقه واحده من 30 حلقه. هل شفتي هذا الشيء يكفي ولا حسيتي ظهورك قليل جدا من 30 حلقه؟ بالعكس المشاركة هذه البسيطة بالنسبة لي أنا وايد حبوها الناس، مع أنك شريرة جدا وقاسية يعني،
قسوة زوجة الأب. صح صح. والحمد لله محظوظة هذه ثاني مرة تختارني أستاذة نجمة القديرة سعادة عبد الله، وجه لها تحية أم طلال. قبل هالمرة كنت مجسدة شخصيتها وهي صغيرة بمسلسل غريب الدار، كان هالكلام من 4 سنوات. فمن حسن حظي أن هذه ثاني مرة أشارك معاها وأجسد شخصيتها وهي صغيرة. أنا يعني حبيت هالمرة أكون مشاركة بمشاركة بسيطة، لأن العام أنا وايد تعبت يعني اشتغلت 4 مسلسلات في نفس الوقت، فما حبيت أحرق نفسي هالسنة، فحبيت أن أختار يعني شيء بسيط لي. ومثل ما قلت لك مركزة على المسرح، المسرح وايد أخذ وقتي هالسنة. حلو، مثل ما قلتي إنك تاخذين أدوار سعاد عبد الله وهي صغيرة، وكنا مرة صرحتي إن أنتي تحسين إن في شبه في في شبابها معاك، وهي تطلبك طبعا ان انت تجسدين لها هذا الدور، ما تحسين هذا الشيء يثير غيرة بعض الفنانات؟ ان كونها فنانة سعاد عبد الله تطلبك انت تجسدين هذا الدور؟ لا ما شفت في غيرة او ايش معنى هي وليش هي، ما بالعكس الكل استانس ان هي اختارتني انا شخصيا. وكذلك حتى كانت مفروض انها تكون لي مشاركة في مسلسل اقبال يوم قبلت النجمة القديرة الاسطورة انا احبها هدى حسين، ولكن صار سوء تفاهم فانسحبت لظروف خاصة فيني. والحمد لله النجمة الامورة ان شاء الله قادمة بقوة، نورة. نورة هي جسدت دور إقبال وهي صغيرة، يعني أشوف أنها هي ما شاء الله أبدعت أكثر مني، فنصيب. بس أنه دائما صحيح حلا دائما تكون الاسم الأول في يعني اختيارها، أنها تكون سعاد عبد الله هي صغيرة، هدى حسين وهي صغيرة، فحلو، شيء حلو حقي من حسن حظي يعني من قدي. أكيد 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 إن شاء الله. حلا أنت ندري أن أنت من الأسماء المركبة، والاسم المركب حلا نورة، شنو قصة هذا الاسم؟ راح نتطرق حق هذا الشيء ولكن مشاهدينا بعد الفاصل. أكيد مستمرين في الحوار مع كل الحلا، ضيفتنا حلا، يا هلا مرحبا فيك يا حلا. فإحنا طماعين ونبي نسمع صوتك ونبيك تسمعين أغنية حلوة على ذوقك. أنا محتارة قاعدة أقول شنو راح أغني بعد. أوكي أغني، شوف أنا أحب القديم. يعني أنا من عمر 8 سنوات شي ركزت على صوت، شو 8 سنوات أسمع عبد المجيد، أحلام، راشد الماجد، بغني حق أحلام شي قديم. يلا. افرك ايديني من الحر ولو ما عرفت اسباب هجرة والغياب، شتت افكاري وضيعت الدروب مع شحوب الوقت يا طويل اكتئاب، مع شحوب الوقت يا طويل اكتئاب، قلبي اللي من الواهيبة يذوب، يشتعل في داخله نار وعذاب، لو عذلته ما سمعني ولا يقول صوتي، انبه جرح خله والصواب. الله الله، جميل على هالصوت. حلا انت من الاسامي المركبة، حلا نورة، شنو قصة هالاسم؟ حلا نورة في ناس حسوا لهم محل حلويات. صدق حلا نورة زين. حلا هو يعني أول ما دشيت مجال الفن من ذكائي يعني قلت خلينا أختار اسم فني. حلو. وصراحة اسم حلا نادر. إيه. فقلت ما في، يعني كنت مركزة ما بي اسم وايد مكرر وموجود بالساحة الفنية. إيه. فقلت حلا هي حلا شيحة واعتزلت، وأنا من عشاق الفنانة الممثلة المصرية حلا شيحة. إيه. فقلت خلنا اختار حلا من غير لا ان احط اسم ثاني ولا شيء، بس حلا. بعدين صار عندنا نجمه محبوبه جدا كتكوته الاموره حلا ترك، درجه يعني لما يدشون على انستغرام يكلموني انا حلا ترك. إيه؟ لما يسمعون مثلا في فنانه معانا بالمسلسل اسمها حلا أو حلا ترك، اي حتى اليوم صار معي كذي، حلا ترك قلت لها حلا السعوديه ثانيه حلا ترك. إيه؟ فكان اقول تدرون شلون بحط اسم الفني مع اسم الصجي. إيه؟ حلا نوره، حلا نوره، فاسم مركب جميل يعني نوره ماخذه من الحلا. إيه؟
محل نورة ومحل حلويات و... وكل شيء وحلا شو أسوي؟ حلو. والله كنت بختار أول ما بديت كنت محتارة يعني رنا إيه؟ كنت أبي صابرين، كنت أبي نوارة مثلا، نور وايد كنت حابة نور أدش بمجال. ليش ما طلعتي باسمك الصجي؟ وايد نورة، نورة وايد نورة، بس يلا زين حلا نورة ما في مثلها. حلا نورة صح، بس آخر شيء صفيتي على حلا، خلاص حلا نورة حلا حلويات، المهم كل الحلا أنا قلت لك. يلا يلا إنزين حلا، بما إنه صارش 9 سنين ما شفناش في أعمال بطولية، شنو السبب؟ أعمال بطولية بالعكس هيتني، بس متعبة جدا يعني، إنه تاخذ تقريبا 2.5 شهر ويبي لها مجهود جبار ترى. إيه فأخاف أن أخذها بعدين أتوهق حق بعدين شنو راح أختار بعدين. إيه؟ فما أبي أحرق نفسي، بس نفس الوقت يعني أنا قاعد أختار أدوار جدا يعني مهمة رئيسية. ولها رسالة ولها هدف صحيح. وراسخة في عقول المشاهدين. يعني مثلا مسلسل الحب الحلال، إيه؟ من سنة تقريبا سنة ونص للحين في ناس ينادوني أوه حلا الحب الحلال. إيه؟ وللحين ما شاء الله يعني يذكرون كل مشهد انا اديته بالمسلسل. صح. مسلسل علمني كيف انساك مع النجمه هدى حسين كان من تقريبا 6 سنوات للحين ينادوني إيه انت دانا شعرك اشقر ايام مسلسل. فبالعكس يعني صح ان انا شوي مزاجيه ويعني تاثير اجتهد على الراحه بس وايد فخوره بنفسي ان انا عندي يعني اشياء حلوه في السي في مالي يعني. صحيح. الحمد لله. ان تاثيرك للحين باقي على جماهيرك. انزين حلا، بما ان انت سعوديه ما شفنا لك اعمال سعوديه. يتني وايد اعمال سعوديه بس بنفس الوقت ما احب، شوفي هي كانت تجيني وبنفس الوقت اصور يعني عمل بالكويت، فصعب التنسيق بهالموضوع. وزائد يعني اخاف اسافر، يمكن لا سمح الله يصير سوء تفاهم او مشكله، فأحس يعني أنا بغربة أو شيء كذي، أهلي مو يمي. صح. يعني أنا والله لما أصور هني يعني متعودة على أجواء هني، أفكر يلا متى بخلص الشغل برد بيتي البيت. والله حتى لو سفر إنه مثلا أغير جو ما أحب أطول، حدي يومين يومين بس وأبي أرجع بيتي. حيل أنت بيتوتية تحبين الاستغراب، شفتي شلون؟ فإن شاء الله يعني أكسر الحاجز هالسنة يعني. إيه ضروري إن شاء الله نشوفك بأعمال جديدة إن شاء الله. حلا ظهرتي وايد مع النجمة هدى حسين، نقدم لها تحية أكيد. ووايد اربطوا ان هناك صلة غرابة، طلعت إشاعة ان صلة غرابة بين هدى حسين والفنانة حلا. بعدين مؤخرا شفنا ان ما قاعده تظهرين معاها، شنو الاسباب؟ شنو ردك على هذه الاشاعه؟ صح قالوا ان انا بنتها وفين شبه منها، الله يحظي. لا بالعكس قاعدتيني يعني العام كان عندي مسلسل محتاله معاها. ايه وكان المفروض يكون لي بعد جود، مسلسل جود. بس انا كنت وقتها يعني قاعد انتقل من بيت لبيت جديد، فشوي شغلني هالشيء ما قدرت يعني. إيه؟ اعتذرت. والسنه هذه اقبل يوم اقبلت. إيه؟ بالعكس محظوظه، انا من اكثر الفنانات الشابات واكثر واحده مثلت معاها ومطلوبه معاها. حلو. فوجه لها تحيه استاذه الاسطوره هدى حسين. اكيد نوجهها تحيه يعني ملكه مسرح الطفل هدى حسين، ووايد تعلمنا منها وهي تاريخ مشرف. صحيح. ونفتخر فيه. صحيح. على طاري المسرح هلا، وينك عن المسرح وشنو اخر يعني عروضك المسرحيه؟ تقريبا مسرحيه ماما نانا حاليا انا معاهم احلى جروب واحلى ابطال واحلى نجوم، وايد احبهم. مسرحيه ماما نانا محمد الحميلي طبعا اول تجربه لي معاه. سماح، فنانة سماح. تقريبا ثاني مره. عشق الطفوله نجمه سماح. كذلك أماني بلوشي أول تجربة لها الإعلامية، أماني بلوشي وجدا مجتهدة وشطورة ووايد أنا مستانسة أنها هي معانا، ودائما أقولها أتمنى تخوض التجربة الدرامية بعد. إيه. ودي تقريبا مسرحية ماما نانا رابع مسرحية لي، لأن أنا هال3 سنين شديت حيلي بمسرح الطفل. أول إيه؟ مسرحية لي كانت كان يا مكان، وثاني مسرحية لي كانت نور الظلام، ثالث مسرحية لي اللي قبل 4 شهور مسرحية الملكة، والحين ماما نانا. فأنا من عشاق مسرح الطفل. حلو. أحس أنه لايق علي أكثر بما أنه أملك خامة صوت حلوة. وأحب الاستعراض يعني الاستعراض. ومسرح الطفل أحسه هادف أكثر من غيره. إيه صحيح. في رسالة سامية. صح صح. حلا بما يعني حلا بعد 10 سنين وين نشوفها؟ نشوفها مع
يعني مكونه اسره وعائله وبيبي، او نشوفها نجمه صف اول؟ يعني هو يعني العشر سنين الله اعلم، الله عشر اعطاني سنين عمر. شنو الصوره اللي تشوفين نفسك فيها بعد 10 سنين؟ ممكن اتخيل، وان شاء الله يا رب، يعني اللي انا الحين يعني انا اشوفها شيء قاعد افكر فيها الفتره وايد، احس من بعد 10 سنين او من بعد 5 سنين ان شاء الله اوصل مثلا، اتمنى اني امثل مسلسلات بالاردن، مسلسلات البدويه اللي بالاردن، مسلسل عربي مصري، مسلسل لبناني، بما ان انا امي اردنيه، حلو. جنسيه اردنيه فلسطينيه الاصل، وام امي لبنانيه، فانا املك يعني اللهجة اللهجات هذه المختلفه المختلفة. الشاميه، فودي انه يكون لي يعني تواجد مشاركة. هناك. اتمنى من بعد 10 سنين لا راح اكون بيج ستار ان شاء الله. اكثر من الحين ان شاء بس الله. كأم الله اعلم، ايه الله اعلم. يعني انا اكيد يعني كل امراه متزوجه اكيد تتمنى ان يكون لها ظنه يعني، ايه اكيد. فكل شيء من الله حلو اللي الله كاتبه بيصير باذن الله ان شاء الله يا ربي الله ان يرزقك شاء الله. ونشوفك ام واحلى ام. حبيبتي حلا، طلعت اشاعات مؤخرا ان زوجوك ابراهيم الحربي والمصمم محمد دييغو، ما فكرتي انك انت يعني تسكتين هالاشاعات وتظهرين مع ريلك؟ عشان هذه الاشاعه تقول كان انا متزوجه. شنو الاشاعات اللي ايه. تزوجوني هذيله؟ شنو ردك على هالاشاعه؟ صحيح مع استاذ ابراهيم الحربي، صح كان ايه مسلسل خادمه القوم، كان قبل 3 سنوات. صحيح انه كان ان احنا نتزوج، وان انا خذيته عن قصه حب، وكان دور جدا جميل لي في مسلسل خادمه القوم، من ايه بعد بطوله الاستاذه هدى حسين وجاسم نبهان ومنى شداد، نخبه كبيره من نجوم العمالقه. اشاعه لان مرات ما يركزون، ممكن ايه هم شافوا منشيت معين من لقاء لي قاعد صح. اتكلم عن دوري بهالمسلسل، يمكن شافوا مشهد بالمسلسل. ايه هم عادي زين، يزوجون اللي محمد يبونه دييغو الجمهور. مصمم يعني هذاك ممكن انه شافه مشهد. محمد دييغو لا ما اعتقد، لان محمد دييغو اكثر شيء كانت اشاعته مع الفنانه ابرار الكويتيه، ايه لان الفيديو كليب اللي صورناه انا كانت لي مشاركه حلوه معاهم، المطرب العراقي عمار مجبل، طبعا اوجه لهم تحيه، محمد دييغو، ابرار، عمار مجبل، كانت مشاركه جدا حلوه لي. فما سمعت في اشاعه مع دييغو. ما في اشاعه طلعت عليك نعم يعني؟ وانت شنو رايك مثلا في ناس تفتعل الاشاعه، صحيح يفتعلون الاشاعه عادي قاعد اقول شي خصوصا زوجون اللي الفنانين مو يبونه. كلهم بعض اي منهم؟ اي فشنو رايك باللي يفتعل الاشاعه عشان يجي للحكي؟ بالعكس لما يطلعون عنك اشاعه يعني هذا يدل ان انت انتي مهمه بالنسبه صحيح. لهم، ومن راقب الناس ما تهمن. اي وبالعكس لصالحك اذا صح. ايه هو لصالحك يتكلمون عنك، ايه وبعدين هو صح. لصالحك فعلا. بس انا ما حاشتني يعني الاشاعات المضره اللي تجرح او اللي تخرب بيتي مثلا، الحمد لله وان شاء ايه الله ما حلو. يحوشني. شنو اكثر اشاعه ضايقتك؟ ما يتني، بس انه صح احيانا تحصل هذه الاشاعات اللي اخر شيء يعني تستنتجينها او هذا كان عمل لها بمسلسل، يعني مو الاشاعه مثلا انها تضرني او تضر احد يعني من اهلي. علاقة حلا بالسوشيال ميديا، شنو علاقتك بالسوشيال بالبداية ميديا؟ كنت أرفضها ما أحبها، ترفضها؟ وكانت نظرتي سودة لها. وايد ناس كانت ترفضها بس الحين قاعد يتقبلونها، الحين إيه هي فرضت نفسها واقع علينا. لأنه صار دش على المجتمع. صح، وبالعكس تكمل الفنان وتزيد الشهرة، زائد أن دائما أخبارها تكون مستمرة. صحيح. بس يعني العتب على اللي يعني ما يستخدمها بشكل صحيح، صحيح. او محترم او تخل الاداب بالاداب. السوالف صحيح. يعني. الشاطر هو اللي يعرف يمشي صح بالسوشيال ميديا. انا الحمد صحيح. لله انا يعني دائما متواصله مع جمهوري، اتواصل معاهم شخصيا على فكره، تعليقاتهم اشوفها كلها، ارد عليهم شخصيا، حلو. احب ادعم يعني، احس انه هو من خلاله اقدر اعرض اعمالي، إذا صحيح في مسلسلات ما يعرفونها مثلا أحب أعرضها، صحيح صحيح. أحب دائما أكون متجددة في الستايل، نيو لوك صح. لازم يعني. ويشوفون بعد حياته الخاصة شوية يعني، مو حياتي كلها الخاصة لا مو يعني وايد. على طبيعتك يعني لما إيه؟ أنت تجسدين دور مو طبيعة حلا صح بضحكتها بسوالفها، صح قاعدة تمثل هي، بس هم لأن حابينك في صح هذا الدور يبون يشوفون شخصيتك الحقيقية أو صح الصجية. كلامك، لأن أغلب الأدوار اللي قاعد أخذها أن أنا قاسية وشريرة.
مو لايق علي، ومره نسره ومره ما ادري شو. ايه فلما شافوا شخصيتي صحيح. قالوا ان انت وايد عفويه وطيبه وحبوني، يعني شوف قاعد اخذ ادوار شريره ومو قاعد يكرهوني. بس حياتي الخاصه اللي هي مثلا ان زوجي ما احب، لان ما احب الشو يعني، ايه واحس صحيح. يعني قبل شوي كنت قاعده اقول هالحكي، لو زوجي ادخله في يعني عالم السوشيال ميديا ايه وخرابيطه سوري يعني، ممكن كان الحين عندي 4 مليون او 15 مليون. صح. او شنو السبب تهجين برايك انه قاعد يعيش الناس تبي تشوف الكابلز او فيهم نقص عاطفي جدا، ما ادري، صحيح. او فضول ما ادري، بس فيهم نقص عاطفي صدق صدق يعني. دائما مركزين على الثنائي مع بعض، سواء متزوجين او الغير متزوجين، يعني ما ادري. بس انا ضد هالامور يعني، خصوصا الاصدقاء قاعد يعني بحكم عاداتنا وتقاليدنا لازم نكون شوي حريصين، وزائد في اطفال قاعد تتابعنا. اي صحيح، لازم يكون في رقابة ذاتية صحيح على هذا الشيء، لان صدق هي مسؤولية ان انت تشوفين حلا. بس ما قلت لك احنا طماعين، سمعينا اغنية قبل الختام. بعد اوكي. انا توقعت اغني اغنيتين بس، بس يلا شنو اغني شنو اغني شنو يلا بغني حق المطرب البحريني عادل محمود. وحدك ابيك والله ابيك ابيك، بس تكفى طمني عليك، ما بي احد يشغل عينيك يشغل عينيك، اموت انا في غيرتي، وما بي احد يشغل عينيك يشغل عينيك، اموت انا في غيرتي، فيك انت حلمي من زمان، وانت الهوى واحلى حنان، تلقى معاك روح الامان، يا احلى بشر في دنيتي، وعدني عني ما تغيب، تبقى هنا جنبي قريب. كل الشكر يا حلا على وجودك معنا. كلمة أخيرة حابة توجهينها لمتابعينا والجمهور. طبعا أنا وايد استانست معكم اليوم في البرنامج الناجح، ومن حسن حظي أن أنا اليوم كنت متواجدة معاكم، وإحنا أكيد من حسن حظنا أن إحنا بيها. والأسئلة كانت حلوة وخفيفة، وأنت بعد مشكورة جدا حبيبتي. ان شاء الله دائما، ترى انا متابعتك من دائما من حياتي نجاح لنجاح، ودائما حياتي. تكونين بالافضل. واشكر ايضا خلف الكواليس طاقم العمل، واشكر واشكر اللي اهتموا اليوم باطلالتي سوري يعني اخذتها بدليه صالون بيكوك ستايل. شكرا وايد، وشكرا اكيد اللي تابعونا جمهورنا الكريم. حبيبتي، واكيد احنا اكيد متشرفين معاك حبيبتي. وعلى وجودك معانا، ونتمنى لك ان شاء الله تكونين في اعمالك الجديده تحققين كل احلامك يا رب. مشاهدينا، انتهت فقرتنا مع الفنانه حلا، خلينا نروح فاصل ونرجع مع فقرات جديده.